صديقك هو صديقي اخويا مود اقول لك اخويا ونعيم كان له واهس وحبيب كان له واهس ولي كان له واهس فانا قعدت طلعت هذول كلهم الصحفيين مع احتراماتي لهم طلعتهم برا حتى اللجنه مال الانتخابات فالح موسى طلعتهم كلهم حكيت حكايه حكايتين انا بحد ذاتي لو ادري يونس ينزل ضد شرار ما خلي رئيس الرابطه اها والله العظيم انا كان ببالي انه يطلع ينتخب يروح ضد المله رئيس بس ما ادري انه يعني يونس انقلب على اتفاقكم انا ما كان ما اعرف هو كان يعني احنا شفت الصور هذا يونس راح يفيدنا ويسال اي واحد من ذول ال 67 الموجودين كانوا بالقاعه انه انا حليت المشكله وانا جبت قلت له تعال وكل ساعه ويريد يطلع قلت له ابوي انت مهددنا كل ساعه تريد تطلع تطلع ذيك الباب موجوده وروح اطلع روح يعني ايش قلت له بالعباره قلت له انت كل ساعه مهددني اطلع تبي انت تحكي قلت له روح هذاك الباب وروح اطلع مال القاعه مال الاتحاد فأنا ما أريد نجم يصارع ويا نجم على المركز. حلو. فمتري هذا السيناريو يتكرر. ما أريد هذا نفس الشيء لا يطلع فلان يجيب فلان. كابتن. أنتوا شغلتكم الرياضيين هي التنافس الشريف. أنت يا هل يريد رشح تجمع صالحة لو تقول له اتفقوا ما صارت منافسة. همين رجل الأوحد مثل ما فترة رشح ناجح الرجل الأوحد ماكو منافس مثل الآن اللي روج الرعد حمودي القائد الأوحد ما يصير أحد يرشح وياه ولو مو صباح الكنان يرشح أنت تنصح بتعدد المرشحين لمنصب واحد خلي 10 خلي 15 الأصلح إذا كوية عامة الآن صحت